المدير العام لدائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات سعد العبدلي أكد فتح باب تسجيل التحالفات للأحزاب السياسية لغاية يوم السابع من الشهر الجاري، مبينا أن المفوضية أكملت جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة. تستمر نشاطات وفعاليات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن ضمنها دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في الاستعداد للعملية الانتخابية القادمة. الدائرة أجازت لحد الآن 205 إجازة تأسيس لحزب سياسي سوف يكون بإمكانهم المشاركة في الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى أنه تم فتح باب التحالفات لغاية يوم 7/1. دائرة شؤون الأحزاب وفروعها في المحافظات تستقبل طلبات التحالف للأحزاب السياسية، كما سوف تبدأ قريبا فترة تقديم أسماء المرشحين. المفوضية حقيقة أكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية للانتخابات القادمة والتي سوف تكون عملية انتخابية مهمة إن شاء الله، تضم انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.